إلى مدينة حلب، ينضم إلينا من هنالك مراسل الأخبارية السورية أنس رمضان. أنس، مساء الخير. مساء النور، تحية لك حسين. تحية لك أنس. ما هي آخر التفاصيل لديك؟ ما هي آخر الأخبار الواردة من حلب؟ نعم، أشعل الجيش العربي السوري مجددا الجبهة الواقعة جنوب مدينة حلب عبر محورين، سواء الشيخ سعيد وأيضا ما تبقى من أجزاء من منطقة العامرية التي تشرف على طريق الراموسة. الجيش صباح هذا اليوم استعاد السيطرة على تلة الشيخ سعيد وأسقط ناريا أهم وأبرز معاقل المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتحصن فيها منذ بداية الحرب، تحديدا منطقة السكري التي تتواجد فيها بكثافة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وتدرك أهميتها. لذا الجيش سيطر على هذه التلة وأسقط السكري ناريا وأسقط ما تبقى من أجزاء من منطقة العامرية، ومن خلال هذا التقدم وهذه السيطرة بات الطريق مفتوح أمام الجيش العربي السوري لإكمال السيطرة على كامل أيضا الأجزاء المتبقية من الشيخ سعيد بالتوازي مع التقدم في العامرية ومن ثم التوجه إلى السكري. نحن نتحدث عن كما ذكرت مركز ثقل للمجموعات الإرهابية المسلحة، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى مناطق أخرى واقعة داخل أحياء حلب الشرقية أو الأحياء الواقعة شرق مدينة حلب. وإلى الآن يعني تستمر المعارك العنيفة بين الجيش العربي السوري وهذه المجموعات. الجيش عندما يسيطر على أي جزء وعلى أي منطقة يثبت ناريا بشكل سريع ومن ثم يبدأ بكثافته النارية بالتزامن مع التقدم للقوات البرية في الجيش العربي السوري. تقدم آخر استراتيجي فرضه الجيش يوم أمس على المعهد الرياضي الواقع في منطقة بستان الباشا، إضافة إلى سكن المعهد وكتل أخرى. بستان الباشا أيضا إضافة إلى سليمان الحلبي، بقيت أجزاء الجيش يعمل على استعادتها كاملا ليتم إعلان السيطرة الكاملة على هذه الأجزاء التي أيضا واقعة شرق مدينة حلب. هذا يعني بأن الجيش بالتوازي مع التقدم جنوب المدينة باتجاه الأحياء الواقعة شرق المدينة والتقدم من الأحياء الواقعة شرق المدينة يتجه عبر أكثر من محور ليعزل المجموعات الإرهابية المسلحة داخل تلك الأحياء، ما يسهل عملية السيطرة. التقدم الآخر والجبهة الأخرى المشتعلة عبر محورين والواقعة شمال شرق حلب هي جبهة تؤدي نحو دوار الجندول الذي سقط ناريا بيد الجيش منذ عدة أيام، والجيش فتح جبهة برية أخرى باتجاه هذا الدوار الذي يؤدي إلى أكثر من محور. لذا تقدم الجيش تقدم مهم وتقدم استراتيجي، وتعتبر المعركة التي يأخذها الجيش عند دوار الجندول معركة معقدة كما ذكرت، لأن دوار الجندول يتجه لأكثر من محور. جبهة أخرى وهي العواجة التي سيطر الجيش أيضا على أجزاء واسعة من هذه المنطقة ويستكمل عملياته العسكرية وتقدمه البري بطبيعة الحال. وبالمجمل منذ أن أعلنت وزارة الدفاع السورية حسين عن العملية العسكرية الواسعة التي يتقدم فيها الجيش العربي السوري، تمكن الجيش من كسر أهم الخطوط الدفاعية للإرهابيين وأهم تحصيناتها التي كما يعني نقلنا كان هنالك أنفاق، كان هنالك منظومة من الألغام متطورة إضافة إلى المفخخات. حسين، طيب، المنافذ التي فتحها الجيش لخروج المدنيين وخروج المسلحين الذين يرغبون بالخروج من أحياء حلب الشرقية لا زالت موجودة؟ هل هنالك تفاعل في هذا السياق؟ نعم، لا زالت موجودة، وهنالك عشرات المعابر أو الممرات الإنسانية فتحت مجددا تضاف إلى الممرات التي أعلن عنها في وقت سابق. الجيش على أهبة الاستعداد، والسلطات هنا الرسمية والمعنية في محافظة حلب على أهبة الاستعداد لاستقبال أي من المدنيين، وهنالك تواصل مع عدد كبير من العائلات المتواجدة داخل أحياء حلب منعت لأكثر من مرة. كان هنالك خطوة ناجحة خلال ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى من اليوم أدت إلى تأمين الجيش لخروج عدد كبير من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، وتم نقل هؤلاء المدنيين إلى الأماكن التي خصصت كسكن مؤقت والمجهزة بكل الاحتياجات الإغاثية والمعيشية والخدمية وأيضا الصحية، وننتظر أيضا تأمين دفعات أخرى من المدنيين. كنا نقلنا في وقت سابق عبر ممر الوكيلية وشارع الوكيلية عندما أخرج الجيش أو عندما كان الجيش يخرج المدنيين
كان المدنيون والجيش أيضا قد تعرضوا لرصاص القنص من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا يعني يشير إلى عدم رغبة المجموعات الإرهابية المسلحة بتأمين المدنيين أو استمرارها في منع المدنيين من الخروج من تلك الأحياء. أيضا أمر آخر حدث معنا عندما كنا نتواجد في وقت سابق أمام معبر بستان القصر، عندما وجهت أيضا المجموعات الإرهابية رصاص قناصها باتجاه الهلال الأحمر والوفد الأممي الذي كان متواجد إضافة للوفد الإعلامي. حسين، طيب سؤال أخير لك. أنس، بالأمس كان هناك قذائف عدة على مدينة حلب، اليوم الجمعة ما هي الأجواء لديك؟ هل هناك قذائف أطلقت من الإرهابيين أم إلى الآن لا يوجد شيء؟ نعم، الأيام الدامية تستمر بطبيعة الحال في مدينة حلب. يوم جديد، يوم دامي منذ ساعات الصباح الأولى. استمرت المجموعات الإرهابية المسلحة في استهدافها للأحياء الآمنة. حي الميدان مجددا تم استهدافه إلى الآن كما يعني ذكرت لي المصادر منذ قليل بأكثر من 20 قذيفة متفجرة منذ صباح اليوم إلى الآن، ما أدى لارتقاء عائلة، استشهاد عائلة بأكملها، إضافة أيضا إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة تم نقلها إلى المشافي الحكومية في حلب مشفى الرازي وحلب الجامعي، لترتفع حصيلة أقل من 24 ساعة إلى 14 شهيد وما يزيد عن 80 آخرين. يوم أمس كان هنالك مجزرة في منطقة الجميلية عندما أيضا استهدفت المجموعات الإرهابية السوق الشعبي الشهير فيها بعدد من القذائف. أيضا حسين، شكرا لك أنس رمضان على هذه المعلومات، مراسل الإخبارية السورية في مدينة حلب، شكرا جزيلا لك. سيادة